عبد البديع، رح نستكمل أنا وأنت ببعض الأخبار. في عندي أخبار رح نمر عليها برضو سريعا. شوفي معايا الخبر ده. إلهام عبد البديع تتعرض لحالة نفسية شديدة الخطورة تجعلها تهدد بالانتحار. ده العنوان بعد وفاة جدتك، صح؟ ما هددتش، هو غصب عني مش بمزاجي. ايه اللي كنت هالقد قريبه من جدتك؟ كلنا قراب، بس انت توصلي لهالمرحله وتتعبي نفسيا بهذا الشكل؟ هي كانت ماليه حياتي كلها، هي ربتك؟ عشنا مع بعض سنين كتير، 15 سنه يمكن. ف عقلي مش مستوعب انها في يوم من الايام اصلا هتموت، فدي حاجه كانت كبيره. وبحاول اعود نفسي ان الهام في فتره هتيجي مش تبقى موجوده، فبحاول ابقى واقفه على رجلي ومستعده للوقت ده. كنت قايله لناس من اصحابي قريبين، خدوا بالكم لو حصل حاجه زي دي ما تقلقوش ساعتها، انا مش هبقى فاهمه، مش هستوعب، اقلقوا عليا بعدها بفتره. طبعا كل الناس نسيت الكلام، ولما ده حصل بعدها بفتره انا محدش بيعزيني، سبت العزم، ما كملتش العزم ومشيت. ولما اي حد يجي يقول لي كده اقول له لا، فانا في دماغي انها مسافره، هي مسافره شويه هتيجي، هي في البيت، هي في اي حته، انا في الشغل، مش عايزه احس انها. فلما قررت اواجه في الفتره دي، كنت مع واحده صاحبتي مش عايزه تسيبني اسراء شويه، ففضلت برضو مشتتني شويه شويه شويه، فقلت لا بقى انا كويسه، انا هواجه، انا هروح البيت. انا روحت البيت من هنا، ومفيش يومين جت صدمه بقى في مكان اكتئاب ما بعد الصدمه، كبير جدا. ده عمل لي اوريدي، انا كان انا عندي شويه، يعني الاكتئاب ده حاجه مش ظريفه عندي، حصل لي مرتين ساعه مسلسل ولاد تسعه، وبسببه قعدت في البيت شويه. ليه؟ بتعالج منه علشان تعمقت في الشخصيه جامد، فعمل لي اكتئاب. فلما رحت الدكتور قال لي بتعملي ايه في حياتك؟ قلت له بمثل وفي البيت ما مش حاجه، مع جدتي او مع عائلتي وبصور. ايه في حياتك الشخصيه؟ قلت له هم دول. ايه لا، انت محتاجه بريك شويه، مش كل حاجه تمثيل تمثيل، مش كل حاجه ادوار، لازم يبقى في حاجات كتير بتعمليها. فكان عنده حق، خدت شويه على قد ما اقدر وانا بصور. وفقت الحمد لله، اول ما فقت قلت يلا بقى اركز، واول ما بدات اركز كانت دي تاني صدمه. فلما دخلت تاني نوبة اكتئاب دي كانت أشد بقى بكتير. حصل معاك ايه؟ شبه شلل بسيط، مش قوي يعني، الاكتئاب ده كان جامد جدا. فما كنتش ساعتها الدكتور يعني الحمد لله أنقذوني بدكتور كويس جدا جدا، هو قال لي انتي وصلتي لحتة محدش بيوصل لها، مش حاسة الحياة زي المية كده، لما حد بيشرب مية هو حاسسها بس هي ملهاش طعم، هي دي الحياة، هو احنا عايشين ليه؟ طب هو انا عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه. طب عايز تبقي نجمه؟ لا. عايزه تروحي مكان؟ عايزه. طب عايزاها ترجع تاني؟ لا، مش عايزه اي حاجه. كل اللي انا عايزاه، انا مش حاسه بمتعه غير ان انا لو في دور عالي قوي وبنزل، هو ده اللي انا عايزاه، ده اللي انا حاسه الصدمه دي هي اللي هتفوقني. حاولت، مفيش، عضلاتي بقى بدات لوحدها ما بتحركش، لازم حد عشان اروح مشوار مثلا لازم حد يمسكني كده، في عايزه اقوم من على الكنبه لازم حد يسندني، ودي مش انا، انا قويه، انا جامده، انا بجري وبروح وبعمل. فلما وصلت المرحله دي لقوني كده بقى بصراحه، واحده صاحبتي ما سابتنيش لحد ما وصلوا الدكتور، ورحت له قلت له انا اجمد من كده وعندي باور، بس مش قادره، انا سليمه، انت شايفني انا اهو مش مشلوله، بس انا حاسه ان انا مشلوله، يعني انا متهيألي لو انا مشلوله هبقى بكسر الدنيا، بعمل حاجات كتير، ازاي رجلي سليمه ومش قادره اقف عليها؟ فده كانت اكبر حادثه حصلت الفتره اللي فاتت. انت حاولت تخطفيها من المستشفى او خطفتيها؟ خطفتيها؟ لانه لما تعبت وديناها، انا بقى مش مستوعب قوي، فوديناها اول مستشفى نلاقيها، فما انبسطتش، ما كانش فيه، كان لازم رعايه، وللاسف ما كانش، كنتش عارفه اوصل لحاجه بسرعه. اول ما وصلت لحاجه الحمد لله، يعني كلمت دكتور كبير قوي في مصر ووفر لي في مستشفى، وحد تاني وفر لي في مستشفى تانية، فالمستشفى اللي انا فيها رافضه تخرجها، ولما بيجوا يعملوا اشعه معينه على المخ او حاجه بيخرجوها من المستشفى يودوها مكان تاني يعملوا.
فلا انتوا مش هتقعدوا تعملوا لي كده وكده، انا عايزه اطمن وعايزه اروح مستشفى انا مستريحه نفسيا فيها. فما نزلت الاسعاف انا بلغت اهلي قلت لهم انا مش راجعه، اقعدوا في المستشفى، واتخانقوا مع اللي هتتخانقوا معاه واللي يحصل يحصل بس انا مش راجعه. هما مش فاهمين. نزلت ركبت الاسعاف واللي كان موجود قلت له انزل. اي نعم، قلت له انزل انزل واتصل بيهم قول لهم انا خطفت الاسعاف ويعملوا اللي هما عايزينه. فقال لي قلت له انا بقول لك خطفتها، عايز تكمل معانا اتفضل، انا رايحه مستشفى تاني، عايز تنزل الباب هيتفتح وتنزل، والسواق اللي سايق هيسوق يسوق، مش هيسوق هنزل اسوق، واللي انتوا عايزينه اعملوه بقى. هو بصراحه انا ما اعرفش كنت بتكلم كده ازاي، بس انا هلحقها، انتوا مش هت... محدش هيحوشني، وعلى اتم استعداد هفتح الباب وانزل ده بالعافيه، اجيبه كده انزله واسوق الاسعاف وامشي. بس بصراحه الحمد لله يعني الاسعاف مشيت ودوني لحد المستشفى، ومش ندمانه على قراري ده. و ما لحقتهاش قوي، بس لحقتها 3 ايام يعني. انا على الاقل كنت مستريحه نفسيا في الفتره دي، لو كنت سبتها في المستشفى دي كان ممكن اولع في المستشفى. باللحظات الاخيره كنت جنبها؟ كل يوم. كيف كان الوداع؟ هقولك، انا عارفه ان الحاجات دي بايد ربنا، مقتنعه، بس انا ساعتها اتكلمت مع ربنا قلت يا رب لو انت عايز تاخدها ماشي خدها، بس ممكن تاخدها يوم جمعه يعني. وانا في المستشفى سالتهم قلت لهم الحالات اللي بتبقى زي دي تدخل المستشفى في الوضع ده بتقعد قد ايه؟ ما اعرفش كنت بتكلم بطريقه غريبه، فقولي ازاي كده ده الاعمار بيد اللي. اقول لهم انا عارفه انا عارفه، كل يوم بيدخل لكم حالات كتير، اللي بتبقى زي دي قدامها قد ايه؟ قالوا لي 3 ايام. هما قالوا 3 ايام، انا ما اعرفش بقى ربنا الهمني كده صبر. 3 ايام دي كنت اشتريت مدفن وكتبت اسمها وحطيت اسمها واسمي وعملت كل حاجه. اسمها واسمك مع بعض؟ على نفس المدفن؟ مكان من بره. ما كنتش مستوعبه الحاجات كتير بعملها، بس ايه، انا حاسه ان هو ده الصح، لانه انا مش عايزاها تبقى بعيده، انا عايزه اروح لها كتير، فعايزاها تبقى قريبه مني. فعملت كده وفي اليوم الثالث بالظبط هو كان، وبعدين سبحان الله كان بتجيلي اشارات دايما كده غريبه قوي على تليفوني تاكد لي